طيب شباب، بس أكون سؤال قبل نروح لأبو رواف. السؤال عن موضوع اليوم بيتكلم عنه. الموضوع اليوم اللي راح نتكلم عنه وضوح الهدف، ولا لا يا أبو رواف؟ وضوح تحديد الهدف. وضوح وتحديد الهدف. يعني أعتقد كل واحد فيكم في حياته عنده هدف يبي يوصل له، لكن يعني يجي كذا في الطريق شيء، أو بداية تفكيرك في الوصول الهدف هذاك هو تبي توصله، بس في الطريق في صعوبات أنت بنفسك ما أنت بشايف الهدف هذا كيف توصل له، فأحيانا تحبط ثم تدق ريوس وتوقف ولا يصير عندك هدف في الحياة. لأن كثير من الناس لما نسأل أي سؤال وش هدفك يقول الله هدفي كذا كذا كذا. طيب هل هدفك واضح؟ يقول إيه واضح قدامي هذا هو أشوفه. طيب متى بتوصله؟ قال إن شاء الله جالس أرتب وأضبط أموري وإن شاء الله أوصل. ما عنده وضوح في الهدف. فأعتقد كل واحد فيكم بده يتكلم عن الموضوع هذا، كيف ممكن الإنسان يحدد الهدف ويوصل له. فبسمع من علي بالروية أول واحد، وش بتقول يا علي؟ الموضوع هذا أعتقد أنه يهم الناس كثير ممن يتابعونا. جميل، أول شيء الله يعطيك العافية ويا مرحبا بضيفك الجميل ومرحبا أخوياي، شكرا لك. وعبد الله شكرا أستاذ ماجد على حضوره الرائع. ماجد ما شاء الله عليه، أستاذ ماجد قامة نتعلم منه دائما تاب. بالنسبة لوضوح الهدف، لابد الإنسان الناجح أن يكون له هدف، سواء كان هدف سنوي، هدف كل 5 سنوات، هدف في مجاله إن كان إعلامي، هدف في مجاله التجاري إن كان تاجر، فلا بد يكون لك هدف. الرجل أو الإنسان سواء رجل أو مرأة في الحياة بلا هدف، يعني ما نقول لك يمشي يهيم على وجهه، هذا ضائع. حنا كمؤمنين مسلمين لنا هدف في عبادتنا الله سبحانه وتعالى، نبي المغفرة، نبي الجنة، هذا هدف لنا كهدف ديني. تجي على الهدف الدنيوي، أنا في مجال الإعلام، وش هدفك يا علي في مجال الإعلام؟ أنا أبغى مقدم مثلا. طيب جميل، هل هدفك هذا التقديم أنت سعيت له؟ قدمت له؟ هل أنت تعلمت شيء أهلك أنك تكون مقدم؟ هذا جانب. في مجال التجاري، أنا والله تاجر. تاجر وش هو؟ تاجر قماش. طيب أوكي صرت تاجر قماش، بعدين والله أنا أبغى من تجارتي هدف، وش الهدف؟ هذا 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 النقطة. أنا تاجر، تاجر هذه مو هدف، إيش تبغى منها على هذا الهدف؟ أنا أبغى أكون عندي 5 مليون بعد سنة، عندي 10 مليون بعد 5 سنوات، هذا الهدف اللي هو التجارة هي وسيلة، التجارة مو بهدف، التجارة وسيلة، الهدف اللي بعد التجارة. الإعلام وسيلة، الهدف إنك تكون مقدم. هذا وجهة نظري أنا. جميل. جميل. طيب أصيل. أول شيء مرحبا مليون، شرفتنا ونورتنا في هذا اليوم الجميل مع الأستاذ المدير العظيم الجميل يا حبيبي عبد الإله. بالنسبة لي أنا أشوف أن الهدف، أنا كنت في إحدى الأيام في إحدى الكلاسات في الجامعة، كان فيه دكتور قالنا، أعطانا هذه النصيحة وأنا أخذتها بعين الاعتبار. النصيحة اللي هي يقول الإنسان، أعطانا تقريبا مثال الطيارة، يقول الطيارة إذا أقلعت من مطار وما حددت هدف أنها تهبط في مطار آخر، وعبت اللي هو الوقود حق الطيارة، عبت فل ودبل الفل، وقعدت الطائرة في الجو وما لها هدف أنها توصل مكان معين. يقول هذه الطيارة في الجو رح ينتهي الوقود، دروب، تنفجر وتنتهي. ولكن إذا كانت الطيارة ممتلئة وقود كامل ومخزن لها وقود آخر وعندها هدف أنها توصل للمطار الآخر، يقول راح تقلع بسلام وحبة حبة إلين توصل للمطار الآخر وتهبط فيه. فكان المجمل كامل من الفكرة هذه كاملة أن الإنسان لابد أنه بعد تخرجه من الثانوي، في بعضهم أصلا من يوم هو في الابتدائي يكون له موهبة معينة ويكون له توجه معين من قبل أبوه وأمه وأخوانه وأهله. فأنا عني شخصيا، أنا من الأشخاص اللي رسمت لي هدف في الإعلام، والإعلام زي ما قال أخوي أبو عبد الله أنه وسيلة. أنا الشيء الهدف اللي أبغى أوصله أن يكون مقدم ناجح ومتفوق وواضح أمام الملأ. فأنا الحين قاعد أمشي في مسيرتي اللي هو الإعلام، زي طلوع السلم. النجاح ما راح توصله بسرعة، مستحيل توصله بسرعة، لو وصلت بسرعة تراك بتطيح بسرعة. بس كل ما جازفت على نفسك وقويت نفسك وقيمت من نفسك وكثرت المعلومات عندك وثقفت نفسك وعرفت الشيء اللي قاعد تقدمه والهدف اللي تبغى توصل له، صدقني راح تطلع حبة حبة. بتقابلك صعوبات، بتقابلك عقبات، بيقابلونك ناس
يتنمرون عليك، بيقابلونك ناس ينزلون من معنوياتك، يقابلونك ناس بالسلبية، هذا لا تسمع لهم. جميل. إذن من طين وإذن من عجين، وكمل وراح توصل الهدف بإذن واحد أحد. جميل. طيب يعطيك العافية. نأخذ واحد منكم اللي هنا من يبغى يتكلم عن الموضوع عشان بس ما نأخذ وقت الشيخ، لأن الشباب هنا ما شاء الله محاضرة صارت. آسف والله ما عليه. صار الإقامة علي بالروية وأصل الشهراني ولا مقصور فيه. آسف والله. أثر الموضوع. طيب. طيب. ريحوني من الرياض. في الصراحة. أسامة. سلكنا. أنا يا أخوياي ولا أنا بأخير من. سديد. لا نبدا الا والله وين تقبل على وانا اسد عنه ابد جانا داعي كرام لا ما عليك سديد شو اسمه انا بالنسبه لي والله وبالنسبه للشباب هدفي انا كمنشد بالغت هدفي اوصل لكل بيت قصروا صوت اسامه قصروا صوت اصيل ما شاء الله صوت اصيل وصل اوروبا والله ضحكت حلو طيب تفضل يا ما شاء الله تبارك الله المهم انها هدفي انا كمنشد مثلا اني اوصل لكل بيت ولكل شخص داخل وخارج السعوديه بالشكل اللي يجملني عنده وبالشكل اللي باذن الله ما يكون فيه ذنب علي مستقبلا يعني انا كمنشد ولي هدف ان شاء الله انا قلته قبل واقوله الان يعني الهدف بالنسبه لك واضح الهدف واضح انا ماشي عليه وانا لا زال في غبش كذا عمود الانشاد لقوته اللي كان عليها وبشكل جميل جدا جدا باذن الله وراح اسعى لهذا الهدف من خلال الاعلام من خلال برامج التواصل هذا هدفي طيب يعني انت ماشي الى الطريق الصحيح نعم متجه اتبع الاسباب اللي ارى في وجهه نظري انها هي جالسه تساعدني بعد توفيق الله حلو كأدهم كهذا كصحبه الاخيار الله انت وخر عنهم بيرزقك الله والله اقدر اروح هناك طيب شيخ ماجد سمعت من الشباب وودي كذلك يعني كان بتدخل معنا في الموت الان لما تكلمت في اجتماع بعد القناص مع الاستاذ ترك الدوسري مع المتسابقين اجتماع عاجل وربما اول مره يحصل في برامج الواقع انه اجتماع مشرف البرنامج كخصومات اللي هو اخوي ترك الدوسري شيء جديد لاجل مشاكل ربما حصلت احيانا الانفس ربما عند البعض من المتسابقين فيها شيء زين حتى وإن كان بعض أثر التنافس أثر التنافس ممكن طبيعي التنافس يكون محتدم ويكون فيه كذا فممكن تدخلها لنا في الموضوع الجمهور جالس يغرد الآن يعني عن الاجتماع اللي راح يحصل عن بعض هل في قرارات راح تكون موجودة إيش بيكون في ردات فعل من الشباب